خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك مانحا للعالم السلام واحتفظ عليك رعيتك على لم يفتح في قولنا اليوم صدفة، بل جاء تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاز المشروع حتى أقر رسميا وبشكل نهائي من الجانب الألماني. أعود وأكرر، أقر رسميا وبشكل نهائي من الجانب الألماني، وإحنا طبعا هذا بالنسبة لنا يوم عيد، يوم احتفال. المدرسة أيها الإخوة ستقام بالكامل بواسطة التمويل تعهدت به منظمة ميزيريو الألمانية، والذي ستبلغ تكاليف المرحلة الأولى منه نحو خمسة ملايين دولار. هذه المرحلة الأولى. وبهذه المناسبة أود باسمكم جميعا في معي وفي المنطقة توجيه الشكر الكبير لمنظمة ميزيريو والقائمين على إدارتها، وخاصة السادة سيبر ونيهوف والسيدة كولير الذين يعتبرون المشروع وكأنه مشروع خاص بهم يجب أن ينجح. أيها الأخوة والأخوات، 12 عاما ونحن نراسل ونجتمع، نسافر إلى تل أبيب والقدس وحيفا والناصرة وطبرية وإلى ألمانيا وفرنسا. 12 عاما ونحن نعد التقارير التي طلبتها المؤسسة ونذلل العقبات الداخلية مع وزارة الداخلية ووزارة المعارف وغيرها من الجهات. تاريخ التحضير لإنشاء المدرسة طويل ولا مجال لسرده اليوم، ولكن نعدكم بأننا سنصدر كتيبا إن لم يكن كتابا، شيخ أبو سعد سيصدر بهذا الشأن يحكي تاريخ هذه القصة ليكون ذكرى لنا وللأجيال القادمة. أيها الإخوة، كان من المفروض أن يتم إنجاز المشروع بتمويل ثلاثة أطراف: الألمان، الحكومة الفرنسية بواسطة السفارة بإسرائيل، وثلاثي المساهمة المحلية في معي. إخوان، الألمان تعهدوا وأكدوا تمويله، وتأكيد الألمان تأكيد ألمان. الفرنسيون
السحر. أما العليا فإنه من المفروض أن تقدم الأرض هاي اللي احنا عليها، إصلاح الأرض وتجهيزها للبناء، وكذلك شبرز البناء يعني بكل ما يلزم من اشتراط من اللي واقف على السلم يفكر حاله زي موسى واقف عم بستنى الوصايا من الله. ان شاء الله بعطينا ربنا الوصايا يا عظمه، بيعلمنا هو بربينا. ابونا موسى وقف عرق الجبل تحت، هو عالي بناتنا عالي. طيب كل مكان يبارك بالناس اللي فيه، وكل مكان يبارك بالنيات اللي فيه. فارجو من الله نياتنا كلنا أهل هالبلدي، وإذا في معنا حدا كمان عم يشاركنا من المنطقة كلها، يكون بنفس النية ونفس الرجاء إنه ينتج هون أو يخرج من هذا المكان مدرسة. مدرسة تعلم، مدرسة تربي، مدرسة تأتي بالثمر على أبنائها، بتثقف أبنائها. ففي هذا المكان وفي هاي البلدة العذراء إلى تاريخ كبير كبير. كل بقولوا إنه في الحروبات الأخيرة العذراء حمتنا. والعذراء قبل جمعة كمان باركتنا بكمية من المال. نوعية بركاتها تختلف من فترة لفترة. أحيانا تأتي بركتها بالحماية لأهل بلدي، أحيانا تأتي بالأشفية لبعض الأشخاص، أحيانا تأتي أيضا حتى بالماديات وبالمال. فالسيد العذراء بركتنا، خلينا كلنا كمان نكون سامعين إلى ومصغين إلى. السيد العذراء كانت أم حنونة لابنها، كانت دائما تريد أن يأخذ ابن القسط القليل ولو حتى القليل.